تعالوا مع بعض دلوقتي بقى نستعرض مع بعض ارقام الزمالك في الموسم الحالي من الدوري الممتاز. فريقنا طبعا الحمد لله بيحتل المركز الاول وعدد النقاط 69 نقطه. فريقنا حقق الانتصار في 22 مباراه واحرز اللاعبين 54 هدف، واستقبلت شباك فريقنا 26 هدف، واكثر نتيجه كررها فريقنا هي الفوز بهدفين. اما أكبر نتيجة حققها فريقنا كانت الفوز على غزل المحلة والجونة برباعية. طبعا الهداف هو أحمد سيد زيزو واللي سجل 16 هدف وتألق كمان وصنع 10 أهداف. ركالة دفاع الزمالك حافظوا على نظافة الشباك في 13 مباراة، وأطول سلسلة انتصارات كانت في 8 مباريات متتالية. لو رحنا نشوف أكتر اللاعبين مشاركة هنلاقي أحمد سيد زيزو في 27 جولة بواقع 2257 دقيقة. طبعا بيتبقى للزمالك 5 مباريات على نهاية المسابقة، وهي الجولة 30 الزمالك ومصر المقصة بكرة الساعة 9 مساء إن شاء الله على استاد القاهرة، والجولة 31 الزمالك وفاركو الجمعة 19 أغسطس الساعة 6:30 مساء، الجولة 32 الزمالك والاتحاد السكندري أحد يومي 23 أو 24 أغسطس، الجولة 33 الزمالك والمصري البورسعيدي أحد يومي 26-27 أغسطس، أما الجولة 34 زمالك وإسترن كامباني أحد يومي 29 أو 30 أغسطس.